طيب آسفة إذا الجزء الأول قطع فجأة، راح أعيد آخر إشي كنت أحكي فيه. آخر إشي كنت أحكي فيه إنه أنا لما حطيت الإلكترون من الـ NAD من الـ NAD بلس عفوا من الـ NAD H دخلته على كومبلكس 1، أكسبت كومبلكس 1 طاقة زائدة، أكسبته طاقة، شحنته بطاقة زائدة وشحنته وحطيته في وضع عدم استقرار كرد فعل للإلكترون اللي إجا عنده، وحتى يستغل الطاقة هذه نقل عندي بروتونات من حشوة الميتوكوندريا أو من الماتريكس تاعت الميتوكوندريا للإنر ميمبرينز سبيس. هلا هيك هو ارتاح من الالكترونات اللي عنده وقدر، وبهذا الكلام طبعا او لما برجع بعمل بامبينج. ايش يعني بامب؟ يعني برجع بضخ البروتونات من هذه الجهة لهذه الجهة، تمام، بيقدر في نفس الوقت مع ضخ البروتونات بيقدر انه يتخلص من الالكترون اللي زاره اللي اعطاه اياه الـ NADH عن طريق انه يربطه او يطلعه مع مين؟ مع كارير. شو يعني كارير؟ مع ناقل. شو اسمه الناقل هذا؟ اسمه يوبيكيونين كيو. ايش اسمه؟ اسمه يوبيكيونين كيو، تمام، حتى ينقل الالكترون هذا من الكومبلكس 1 للكومبلكس 2. طيب بدك تحكي لي بس انت، طب هيك بلشت عن ال NADH، طب شو بالنسبه للاف اي دي اتش؟ الاف اي دي اتش يا جماعه ما بيبدا من كومبلكس 1 دائما وابدا، بيبدا من وين؟ بيبدا من كومبلكس 2. بيبدا من وين؟ بيبدا من كومبلكس 2. شو بيعمل؟ ولا شيء، بيجي ببساطه بعطي الالكترون اللي هو حامله لمين؟ بعطي الالكترون اللي هو حامله لمين؟ لا الكومبلكس 2، لا كومبلكس 2. طيب طب احنا شو رايكم مشان ما نخربط، انا رح اكمل مع ال NADH للاخير وبعدين باجي بحكي لك عن ال FADH. طيب نكمل مع ال NADH. ال NADH وصل على وين؟ على كومبلكس 2. هلا كومبلكس 2 ضعيف، ما عنده القدره، حتى لو انت اكسبته طاقه، مش هسه صار عنده، مش الالكترون اجى عنده، الالكترون تبع الـ NADH اجا وين؟ اجا على كومبلكس 2، صح ولا لا؟ يعني اكسبوا طاقة. طيب لكن الطاقة اللي اكسبوا اياها اسمها غير قادرة على انه يضخ بروتونات من هون لهون. هو اصلا كومبلكس 2 ضعيف، يا حرام، مسكين، يا حرام، نشفق عليه. طيب شو يا مس بصير بعد هيك؟ ولا اشي، بيرجع الالكترون تبع الـ NADH يركب مع الكيو، بيرجع الالكترون تبع الـ NADH يركب مع الكيو وينتقل على شو؟ على كومبلكس 3. ينتقل على كومبلكس 3، خليكم متابعين معي، بعرف الموضوع بده شوي. طيب لما بوصل كومبلكس 3، انا اسف كاتبه 3 غلط، ايوه هيك، ها وهذه هيك. لما بيوصل على كومبلكس 3، تمام، شو بصير عندي؟ زي ما عمل في كومبلكس 1، بشحن كومبلكس 3 في الطاقه حتى ترد هذه الكومبلكس 3 على الطاقه هذه وتخلص من كميه الطاقه الهائله اللي عندها. بتنقل عندي بروتونات من الماتريكس تاعه الميتوكوندريا لايش؟ للانر ميمبرينز سبيس، ماشي الحال، او للمسافه اللي بين الميمبرينز، تمام. هلا الكومبلكس 3 بده يخلص من مين؟ بده يخلص يا جماعة من الإلكترون اللي إجا ضيف عليه. طيب هل يا مس برجع يركب في سيارة الكيو؟ لا، بده يركب بسيارة تانية. السيارة التانية اللي بده يركب فيها شو اسمها؟ اسمها سايتوكروم سي. إذا الإلكترون بده يجي يركب بهاي السيارة اللي هي إيش؟ اللي هي سايتوكروم سي، حتى ينتقل من كومبلكس 3 لكومبلكس 4، حتى ينتقل من كومبلكس 3 لكومبلكس 4. طيب بدك تيجي تحكي لي، نرجع انا وياكم نتذكر شو كان اسمه كومبلكس 3؟ كان اسمه سايتوكروم سي ريدكتاز. سايتوكروم سي ريدكتاز، شو حكيت لك انا؟ قلت لك السايتوكروم سي بده يكسب الكترون من كومبلكس 3. طب كومبلكس 4 شو اسمه؟ اسمه سايتوكروم سي اوكسيداز، معناته السيتوكروم سي بده يمنح الكومبلكس 4 اللي هو الالكترون، اللي هو اصلا من وين؟ طبعا من ال NADH، زي ما صار ب كومبلكس 3 وكومبلكس 1 نفس الشيء. شو بيعمل الكومبلكس 4؟ بضخ بروتونات من على الماتريكس الميتوكوندريا للانر ميمبرينز سبيس
وهيك طبعا هو برتاح. طب يا مس شو بصير في الالكترون؟ الالكترون بوصله نفسه السيتوكروم سي للفاينل اكسبتر. ايش يعني يا جماعه فاينل اكسبتر؟ للمتقبل الاخير للاكسجين. هل الالكترون يا حرام تايه هو منتقل من كومبلكس 1 لكومبلكس 2 لهذا؟ طب وبعدين بوصل للفاينل اكسبتر. مين هو الفاينل اكسبتر؟ اللي هو الاكسجين، اللي هو الاكسجين. بس يوصل عندي الفاينل اكسبتر او يوصل الالكترون للاكسجين عن طريق طبعا مين بنقله؟ نفسه السيتوكروم سي بوصله للاكسجين. شو بصير عندنا؟ الاكسجين بتكون عندنا جزيئين مي، بتكون جزيئين مي، وهيك بتنتهي خلينا نحكي سلسله نقل الالكترون، وبتنتهي الجزء الاول من الاكسيداتيف فوسفوريليشن. طيب طب مس هذا بالنسبه لمين؟ بالنسبه للنادي اتش. طب الاف اي دي اتش في اي اختلاف؟ لا، في شيء غير اختلاف واحد، انه بدل ما نبدا الرحله من كومبلكس 1 بدنا نبدا الرحله من كومبلكس 2. بفوت هال اف اي دي اتش على كومبلكس 2 بعطيها الالكترون. الالكترون اللي بعطيه هاي، هذا الالكترون شايفينه ها جاي من ايش؟ من كومبلكس، من الاف اي دي اتش. لكن زي ما حكينا احنا كومبلكس 2 ضعيف جدا، وشو ما انت اعطيته من الطاقه ما عنده بروتون بام، ما عنده قدره على ضخ البروتونات، ففقط بنتقل الالكترون عن طريق الكارير كيو من 2 ل 3، ال 3 بضخ بروتونات، وبعدين بالسيتوكروم سي بنتقل ل 4 وبنضخ كمان بروتونات، وبعدين بنروح عند الاكسجين وبصير زي ما صار لل NADH او للالكترون اللي جاي من ال NADH. طيب هلا هيك شو صار عندي انا؟ صار في عندي جوات الميتوكوندريا وضع عدم استقرار. طب يا مس من وين جاي وضع عدم الاستقرار؟ وضع عدم الاستقرار جاي من انه صار تركيز البروتونز في الانر ميمبرينز سبيس كتير اكتر من اللي لازم يكون، كتير اكتر من اللي لازم يصير، كتير اكتر من اللي لازم يكون في الوضع الطبيعي. طب معناته ايش؟ معناته يا جماعة الميتوكوندريا بتبلش تحاول ترجع الامور للوضع الطبيعي عن طريق انه هدول البروتونات يرجعوا وين؟ يرجعوا على الماتريكس. بس هل البروتونات بدها ترجع هيك لحالها على الماتريكس؟ لا، واصلا الخلية عملت هذا كل اللي عملته، او الميتوكوندريا عملت صار فيها كل هذا اللي صار مشان احنا نكتسب طاقة، مشان احنا نكسب طاقة تخلي لي عملية تحول الـ ADP، عملية تحول الـ ADP لـ ATP عملية سهلة، تخليها عملية سهلة وبسيطة. طيب وفي طاقة متوفرة لإلها. طيب هلا وين بوابة العبور للبروتونات؟ اللي هو الكومبلكس الخامس او اللي هي الاي تي بي سينتيز. دائما الكومبلكس الخامس بيكون مكون من جزئين، جزء بسموه اف 0 وجزء بسموه اف 1 او بسموه ستالك لانه عامل زي الساق، وجزء بيكون زي البامب او زي الدائري او زي ما انتم شايفين. طيب هلا ايش اللي بيصير عندي؟ اللي بيصير عندي انه بتبلش البروتونات بدها ترجع للماتريكس عن طريق ايش؟ عن طريق بوابه الاي تي بي سينتيز. تمام، طبعا نتيجه عودتها بيكتسب عنا الاي تي بي سينتيز كميه كبيره من الطاقه، وهذا الاشي بنستخدم الطاقه هذه احنا عن طريق تحويل الاي دي بي، مع بنجيب فوسفات من الفوسفات اللي بتكون مخزنه بالخليه حتى نحول الاي دي بي يا جماعه ل اي تي بي، حتى نحول الاي دي بي ل اي تي بي، وطبعا بيطلع عندنا في الاخير مخزون هائل من الاي تي بي نتيجه هذه العمليه ونتيجه هيك اللي صار. وهيك بنكون خلصنا عمليه سيلولار ريسبيريشن كليه، وخلصنا الأكسيداتيف فوسفوريليشن لما استخدمنا الطاقة الناتجة من عودة البروتونات من الانر ميمبرينز سبيس للميتوكوندريا الماتريكس خلال الاي تي بي سينتيز. تمام، في تصنيع الاي تي بي من الاي دي بي والفوسفورس، في تصنيع الاي تي بي من الاي دي بي والفوسفورس. ليش صارت عملية سهلة وبسيطة؟ لأنه وفرنا لها الطاقة اللازمة. هاي شو بدكم احلى من هيك؟ هاي بالعربي، بس مهم مشان تفوت عندك الفكرة. طيب
بدك تيجي تحكي لي يا مس قديش كمية الـ ATP اللي بتنتج عندك من الإلكترون ترانسبورت شين أو من الأكسيداتيف فوسفوريليشن. وهذا السؤال حلو كتير وذكي كتير وأروع من الروعة. لكن قبل ما أنا جاوب عليه رح أخليه آخر إشي ورح أجي نرجع أنا وياكم للكتاب نمر على كل الأمور اللي عندي موجودة. أول إشي أنا عندي الإلكترون ترانسبورت شين حكي لك هي سيريز أوف مولكيول مجموعة من المركبات اللي بتكون موجودة في الميتوكندريا الممبرينز أنو ممبرينز الإنر ممبرينز تبعها. طبعا بتم في انتقال الإلكترون من كومبلكس للتاني حتى يصير في عنا H بلاس جريدنت او بروتون جريدنت. ايش يعني؟ يعني يصير تركيز البروتونات اللي موجودة في الانر ممبرينز سبيس اكتر من تركيز البروتونات اللي موجودة عندي في الماتريكس. فهذا الاشي يولد طاقة او يولد ضغط يسمح بانتقال يسمح بتوليد طاقة استخدمها في عملية تحويل الـ ADP لـ ATP. طيب طبعا بحكي لك انه خلال سلسلة نقل طبعا احنا تقريبا منحصل تقريبا هو مش 34 تقريبا 32 ATP من حبة الجلوكوز الوحدة من كل عملية طبعا من كل عملية سيلولار ريسبيريشن كاملة ورح نشوف كيف. طبعا الالكترونز اللي مشى بين الاربع كومبلكس وين كانت محطته الاخيره الاكسجين. صنعنا كم حبه اكسجين زي كم حبه H2O تحول الاكسجين لحبتين H2O. على كل راح نكمل انا وياكم في عنا انا في عندي هسه هون في هذا المربع بحكي لك انه نفس الكلام انه احنا عنا الالكترون دونر. ايش يعني الالكترون دونر؟ يعني الان اي دي اتش والاف اي دي اتش بتبرعوا بالالكترونز تمام لا اللي هم الكومبلكسز تمام اللي هم واحد واحد بعدين 2 3 4 وهكذا زي السلسله اللي حكيناها. طبعا الالكترون ترانسبورت شين من كم كومبلكس بتكون من 4 لانه الخامس ما يلوش دخل في الالكترون ترانسبورت شين تمام هو مفصول عنها شوي او هو له اهمية لحاله. طبعا زي ما انتم شايفين في عندي هاي كومبلكس 1 اسمه الاشهر NADH dehydrogenase. في ناس بسموه NADH coenzyme Q oxidase شطبوا عليه ما بدي خلص انا بدي الاسم الاساسي اللي هو NADH dehydrogenase. من ايش بتكون تركيب الكومبلكس 1؟ الكومبلكس 1 يا جماعة بتكون من فلافون مونوساكرايد بتكون من ايرون سلفر سنتر وكونتيننج بروتين. هاي يا جماعة هدول المكونين هم مكونات الكومبلكس 1 او كتركيب من ايش بتركب. هلأ هون حكي لك انه كل مرة الـ NADH بتمنح إلكترونين. هلأ بتمنح إلكترونين بتمنح إلكترون أنا هذا الكلام مش مهم عندي. مهم تعرف إنها بتعطي إلكترون لإيش؟ لكومبلكس 1 وإنه الـ FADH2 بتبدأ من كومبلكس 2 ما بتبدأ من كومبلكس 1. طبعا الإلكترونز التو إلكترونز طبعا هم اثنين يعني بس خلص احنا بنعتبره إلكترون واحد حتى يسهل المفهوم على الطلاب. بيطلع او بيجوا اول اشي على وين؟ على الفلافون مونو سكرا مونو نيوكليوتايد وبعدين بيروح على الايرون سيلفر سنتر وبعدين بعد ما يقوم الكومبلكس 1 في البامب للهيدروجين ايون على الكروس ممبرين بنتقلوا او بيرتبط الالكترون مع مين؟ بنتقل مع اليوبيكيونن او الكيو كارير وبيروح على كومبلكس 2 بيروح على كومبلكس 2. وزي ما حكينا طبعا كومبلكس 1 شو بيعمل؟ بيعمل بامب للهيدروجين ايون ثرو ممبرينز. ماشي الحال. وهذا كل اللي بدنا نعرفه عن كومبلكس 1. بنكمل معاكم في صفحه 32 بس بالجزء الثاني بالجزء الثالث من الفيديو.